هيلعبها فريقنا على الاستاد الجديد باذن الله ان شاء الله. ده مهم جدا. وكمان فايلر كمان بيقعد مع سيد عبد الحفيظ المدير الكره وعلى هامش مران الفريق طبعا لشهاده الجلسه، الحديث عن بعض الامور الاداريه والتحضيريه الخاصه باستعدادات الفريق لمباراه الانتاج الحربي وكمان استعداداتها على المستوى الافريقي وعشان تجهيز اللعيبه بدنيا بشكل قوي ومميز. النهارده قام توماس بينجل مخطط الاحمال البدنيه فريق النادي الاهلي بعمل تدريبات بدنيه قويه جدا للاعبين في المران الاخير استعدادا طبعا لمواجهه الانتاج الحربي. والنادي الاهلي ان شاء الله هيدخل المعسكر مغلق مساء النهارده بالليل باذن الله بيستعد بيها لمباراه المحدد لها غدا ان شاء الله في اطار يعني منافسات الدوري العام. وطبعا احنا عارفين ان الاهلي الحمد لله دايما متصدر قمه الدوري ودلوقتي زي ما قلت يمكن برصيد 52 نقطه 17 فوز وواحد تعادل، ده اعتقد ريكورد كبير جدا جدا النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله نحافظ عليه ويا رب ان شاء الله ننهي الموسم، وده اعتقد تارجت او هدف من اللعيبة والجهاز الفني ان احنا ليه لا ما ننهيش هذا الموسم بدون هزيمة. وده شيء بيبقى حتى على المستوى الاوروبي بيبقى فيه جايزة خاصة او بيسموه الجولدن توفل، حاجة مميزة جدا ان تفوز بالدوري بدون هزيمة. طبعا انجاز كبير ان شاء الله باذن الله الاهلي بطل الدوري ان شاء الله بدون هزيمة ان شاء الله ان شاء الله. كمان يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى في الاهلي كان قاد تدريبات قوية النهارده لحراس مرمى الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيره. التدريبات دي شهدت حصول اللعيبه على وحدات تدريبيه متنوعه اشتملت على التصويبات العرضيات، وده كله في اطار التحضيرات الاخيره استعدادا لمواجهه الانتاج الحربي المحدد ليها زي ما قلنا بكره على ملعب الاهلي واستاد السلام في مدينه السلام في الدوري الممتاز. كمان من الحاجات اللي بيقوم بيها فايلر النهارده انه بيعمل تقسيمه بمعنى ان بيقسم الملعب او بيعمل مباراه ترايل ماتش اللي هو 10 ضد 10 ما بين فريقين بطول الملعب وبطول الملعب عشان يدي مساحه والمساحات الملعب العاديه. وحرص فايلر طبعا على توجيه بعض النصائح في الامور